صحيفة البلد، والى الكاريكاتير من ستافرو جوبرا، يعني طبعا مثل ما شايفين استوحي من البرنامج الاول، البرنامج الراقص الاول يلي انطلق بالامس على شاشه الام تي في الاول من نوعه بالشرق الاوسط، واستوحى كاريكاتير ستافرو جوبرا مع الرئيس ميقاتي طبعا يراقص الدوله. ومن هالكاريكاتير المتعلق بدانسينج وذ ستار لهون بنكون وصلت جولتنا على ابرز عناوين الصحف لليوم، وصلت لنهايتها. بتمنى لكم اسبوع انطلاقه اسبوع موفقه. موعدنا بيتجدد بكره 7:30 صباحا بتوقيت بيروت، عناوين جديده وصحف جديده. الى اللقاء.